النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا جدا، وهو حنة الاظافر او ازاي ان انا اصبغ شعري اسود. حاجه رهيبه جدا وبمكون جديد، وكمان هتبقى طريقه حلوه جدا لان هتثبت معاكي فتره طويله جدا بالشهور حرفيا، مش هتروح من ايدك. وللعلم يا جماعه، حنة الضوافر من الحاجات اللي مش بتنقض الوضوء، عشان ناس كتير بتسالني في التعليقات، طب يا رشا ينفع نحطها ونتوضى؟ اه يا قلبي، دي مش عازل، ده مجرد حنه مش عازل خالص، فتنفع تتوضي بيها عادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. خلاص العيد على الابواب، وكلنا طبعا بقى عايزين نعمل حاجات كده، تجديدات، حاجات في شعرنا، حاجات في بشرتنا، حاجات في ضوافرنا، كل حاجه نعملها قبل العيد. النهارده هنعمل حنه الضوافر بطريقه حلوه جدا، كنت انا قايله لكم عليها قبل كده زي شفوي، وقلت لكم ان انا ان شاء الله قريبا هعملها لكم عملي، وهطريقتها حلوه قوي وفعلا بتفضل ثابته لشهور على الايد. طيب نعملها ازاي حنه الضوافر، او هصبغ شعري ازاي بيها لو انا عندي شعر ابيض او عايزه اغير لون شعري؟ بصي يا نور عيني وركزي معايا. اول حاجه عاوزينها الا وهي، بصي بقى عشان هنا في اكياس كتير كده، فانت ركزي بقى. يعني عايز اقولك ان الفيديو الوحيد اللي مش بحب اشتغله وعملي قدام الناس هو هو حنه الضوافر دوت. يعني حنه الضوافر من الحاجات اللي انا بعشقها، ما اعرفش اقعد كده من غير حنه، واظن انتوا عارفين، الناس اللي معايا على القناه عارفين ان انا ما بعرفش اطلع الا لما بيكون ايدي فيها حنه، تمام؟ ومن الحاجات اللي ما بحبش اشتغل فيها عملي، عشان بقى انت عارفه تليطي وقرف كده، نستحمل بعضنا، احنا مش قدام حد غريب يا جماعه. ده حجر اسود، هفتح لكم الكيس بس بتاعه، طبعا هو مسود عشان الحجر اسود فبيصبغ على الكيس، وطبعا تديري بالك وانت بتعملي، تفرشي مشمع، تفرشي شنطه، اي حاجه، علشان خاطر بيبهدل الارض والسيراميك والجو ده، فلازم تكوني حذره على قد ما تقدري. بصي يا غاليه، الحجر الاسود ده شكله، مالكيش دعوه بس بشكل الكيس، وركزي اهو، هو ده اهو، باين اه، باين اهو، هو ده، تمام؟ بيبقى لونه زي برونزي كده، تمام؟ بالمنظر ده. طب انا رحت للعطار قال لي لا، ده ما عنديش حجر اسود، بس عندي بودره حجر اسود مطحون. ده حضرتك بيبقى فحم بيبيعه في عبوات كده وبيديهولك، مش حجر اسود. طب انا عندي حجر اسود ناعم، مش عارفه ايه، سايب اي حاجه في اكياس، في عبوات، في بطرمانات، في اي حاجه، كل ده بيبقى مغشوش، مش هيعمل معاكي اي حاجه. انا اقول له كده، انا عاوزاها حجره وانا اخدها اطحنها في البيت. عايز اقول لك دي كانت حجره كبيره، وانا اصلا اللي قعدت ادق عليها شويه اهو، بصي تمام كده، يبقى حجر واحنا ندق عليه مفيش مشكله. عايزه اقول لك ان هو وقع هنا، هحاول الم ده لان هيصبغ دلوقتي على المكان وارجع لك تاني. تمام كده يا قلبي، تمام كده. طبعا ايدينا بقى هتتبهدل، ونستحمل بعض النهارده يا جماعه. تاني مكون معانا وهو ميه الاكسجين. ميه الاكسجين عايزه اقل تركيز، اللي هو 3%. انت تروحي الصيدليه سواء هنا في مصر او في دوله عربيه، بتقولي له انا عاوزه ميه اكسجين اقل تركيز عندك، تمام؟ عشان هستخدمها لحاجات للضوافر، لان في ناس بتروح تجيب تركيز عالي جدا، فتبص تلاقي تحط حنه الضوافر ما تكملش 10 دقائق او 5 دقائق، وتلاقي ضوافري نار، ايدي باظت خالص، مش عارفه، وما بتقدرش فعلا حرفيا تستحمل حنه الضوافر. فحضرتك رقم واحد، احنا عاملينها قبل كده من غير ميه الاكسجين، بس عشان وجيت قلت لكم رايي، قلت لكم انا عملتها من غير ميه اكسجين، بس النتيجه مش الواو، ما عجبتنيش انا شخصيا كرشا، ما عجبتنيش. الميه اكسجين كفاءه شويه وبتثبت اكتر وحاجات كده، قمر، تمام كده. المهم وعملناها برضه قبل كده بالخل، كل الفيديوهات دي هتلاقوها عندكم على القناه، خدوا جوله بقى في القناه مع نفسكم. فميه الاكسجين هاتي تركيز قليل عشان ما تتحسسيش منها. وبرده عايزه اقول لك حاجه في اخر الفيديو، فكرنا اقولها لك حاجه مهمه، تمام؟ يبقى ده كده ايه، ميه اكسجين اقل تركيز، ده 3%، حلو قوي، هنشتغل بيه لطيف. نيجي بقى للمكون الثالث، وده اللي هو جديد، ده بقى الحاجه الجديده اللي احنا هنعملها. كنا بنيجي نستخدم الحنه دي، كنت بقول لك هاتي حنه عاديه، اي حنه من العطار لونها اخضر اصفر، اي لون كده، اللي هو اي حنه بلدي بمعنى اصح، وبناخدها نشتغل بيها. قلت لك لا يا قلبي، لما تجيبي حنه هاتي حنه يكون اصلا لونها اسود، عشان تصبغ معاكي في نفس تلك ذلك اللحظه، اللي هو يديكي اسود قوي كده غامق، يقعد معاكي حرفيا بالشهور مش يطلع، تمام؟ تمام. طبعا الحاجات اللي بتخلي الحنه تطلع طول النهار، مثلا تغسلي مواعين، تنظفي في الشقه، ايدك في ميه، فطبعا دي حاجات بتخلي الحنه تطلع بسرعه، بس مش بسرعه يعني، بتقعد معاكي اسابيع، فهمت عليا؟ اهي دي الحنه السوداء، بيبقى بالمنظر ده لونها اسود. احنا متعودين طبعا ان الحنه بيكون لونها ايه، اللون زي مقدري او بني كده، اما دي اهي حنه سوداء. حتى انت يا غاليه لو انت جبتيها وسبختي بيها شعرك اسود، هيلقط معاكي بسرعه جدا، يعني فاهماني؟ يعني حتى لو انت، عايزه اقول لك من غير ميه اكسجين، يعني بالنسبه للناس اللي هي عايزه تصبغ شعرها اسود،
قمر اهو، ومن غير ميه اكسجين كمان عشان ما بنضرش شعرك. يعني ممكن تعملي كده، هتجيبي شويه حنه تقولي عايزه حنه سود، هيدارك بالمنظر ده، اسود خالص سواد الليله تمام. هتحطي شويه على قد شعرك، هتحطي عليهم شويه لو عندك بيضايه حطي بيضايه، عندك علبه زبادي حطي زبادي عشان يدي لشعرك ترطيب. هتحطي شويه ميه، هتحطي معلقه خل وتقلبيهم وترفعيه على شعرك ساعه ساعتين، هيبقى اسود معاكي زي القمر، وحنه طبيعيه ما دخلناش فيها ميه اكسجين ولا صبغات ولا اي حاجه، كانك بتعملي حنه عادي. حبه حنه مع شويه ميه، حتى الميه دي مثلا ممكن تكوني حاطه فيها اي اعشاب اي حاجه مفيش مشكله، روزماري بتاع نعناع اي حاجه. بعد كده هتحطي بيضايه علبه زبادي حاجه لزوم الترطيب، معلقه خل تثبت اللون وترفعي على شعرك. هتقعدي ساعتين زمن ثلاثه اربعه زي ما انت عاوزه مفيش مشكله، دي حنه كل ما تسيبيها على شعرك كل ما شعرك هيبقى قمر. وبعد كده يا نور عيني هتغسلي شعرك هيبقى النتيجه رهيبه تمام تمام ومن غير اكسجين زي ما قلت لك. الحنه السوداء بتجيبها من عند اي عطار بتديكي كفاءه اكتر. لو ازمت وما لقيتيش الحنه السوداء، لا ده انا عندي حنه بني، لا ده انا عندي حنه اللون العادي الخضره دي اللي لونها مخضر، مفيش مشكله هاتيها اشتغلي بيها تمام تمام. يبقى معانا دلوقتي هنا ان انا اجيب اي بقى علبه او بطرمان قديم، ده كده غطا بطرمان قديم دايما باخده بعمل فيه حنه الضوافي اللي تمام تمام. حضرتك بتستخدمي هنا غطا بطرمان، غطا ازازه، الغطيان بتاعت ازايز الدواء، اي غطا عندك، لان بعد مجرد ما تخلصي الوصفه المفروض هيترمي، فما تعمليش في طبق تكوني بتستخدميه او حاجه، وكمان ما ينفعش ان انا طبق اخده واعمل فيه حاجه زي كده وارجع بعد كده استخدمه في اكلات او في حاجه، فحاجه هكون هرميها تمام. ده كده غطا بطرمان كنت عامله فيه قبل كده، هعمل فيه تاني مش مشكله. هعمل ايه؟ اول حاجه هفتح الحنه اهي تمام، هاخد منها كده، استنوا انا عايزه افرش دي الشنطه دي عشان نليط بذمه وانه ياخد شويه من الحنه. وزي ما قلت لك يا غاليه الحنه ما تكتريش خالص، الحنه تحطي حبه نونو جدا تمام، يعني عايزه اقول لك اهو نص معلقه ويمكن ده كمان كتير وهيكفي ويفيض، فهمتي عليا؟ لو انت عايزه تعملي ايدك ورجلك يعني نص معلقه ده هيكفي فرح ابن العمده حرفيا وانتوا عارفين. طبعا بقى لو انت عايزه تعملي وليكي ولاخواتك بتحطي معلقه معلقتين زي ما انت عاوزه، بس انا عشان هعمل لنفسي بس تمام. اهو الحاجه الاسود اهو خدت ودقيت عليه شويه، ففي شويه حاجات ناعمين تحت اهم. عايزه اختار الناعم بس. هاخد شويه قد كده مثلا تمام، ممكن ادور على حبه ناعمين تاني. بسم الله استنوا يا جماعه. طب انتوا تعليقات عما انا اخلص، يعني احنا نساعد بعضينا، انا اعمل انت حطي تعليقات من الناحيه الثانيه، يعني ما تقعديش تبص عليا. بص انا هحط الحته الكبيره دي كده عشان ايه مش لاقيه متفتت الصراحه تمام كده حلو قوي. هربطه بقى عشان ما يوسخليش الدنيا. الحاجه الاسود يا جماعه عايزه اقول لك يعني بتحسيه بيجري في الشقه، اه والله العظيم تحطيه كده مثلا تفتحي الكيس تبصي تحسي يوصل لك للاوضه الثانيه ازاي ما تعرفيش. فمن الحاجات كده اللي هي لازم تعمليها بحذر وعلى طول تقفلي الكيس ويبقى كيس جوه كيس عشان ما تبهدليش الدنيا. طبعا اول يوم بعمل فيه حنه بتبقى ايدي ملطشه، استنى امسح ايدي. فحضرتك مجرد ما تدخلي تغسلي شويه مواعين هتلاقي كل ده راح. بص كده يا عسل، حطينا الحجر الاسود مع الحنه وحطينا حته اهي من الحجر هندوس عليها دلوقتي. هنيجي بقى بميه الاكسجين هنرجها بس رجه كده بسيطه ونحط منها شويه تمام اهو. هنشوف بقى زودنا ولا قللنا، اظن حلو تمام. وهنديها بقى التقليبه، طبعا بقى هتقلبي لحد ما كل الحتت بتاعت الحجر الاسود دي كده. اوبا انا بليط يا جماعه، بصوا انا ما بحبش اشتغل الفيديو ده بس ما حدش غريب يا جماعه ما فيش حد غريب قاعد اهو. بصوا هنقلب بقى ندخل كل المكونات، وبرده زي ما قلت لك مش هسيبه الا لو حتت الحجر دي تكون دايبه بدوس عليها بالمعلقه دلوقتي اعلمك ازاي، حتى او انك انت بتضغطي بقى بشاكوش او بحاجه كده بحيث تضغطي قويه تمام اهو. تمام يا قمرايا اهو اهو اهو. طبعا زي ما انت شايفه كل ما بنعمل كل زي ما بيسود معانا، لو يحتاج ميه حطي له ميه مفيش مشكله. ده بقى بصي بتكسريه كده اللي انت بتضغطي عليه كده اهو، سامعه القرقشه دي اهو، بتلاقيه زي ايه دب معاكي. طبعا كل ما انا هقلب اكتر كل ما اللون ايه هيغمق اكتر، فانا هقلب اكتر وهقعد اضغط على الحاجات دي كده اهو. شاطره يا رشا اهو،
تمام، وهقلب اكتر، شيل دي كده بس، وهقلب اكتر انا مع نفسي عشان لازم اقلب اول حد ما تغمق خالص وارجع لك تاني. يا نور عيني، لايكات بالله عليكي وتعليقات لحد ما ارجع. كنت عايزه استنى معاكم بس عشان ما اطولكوش وقت الفيديو حرام. هخلص دول كده اهو، شاطره اهو اهو، كل ما نعمل كل ما هيسود معانا. هقلب بس دقيقه دقيقتين كده وارجع لك تاني يا نور عيني. ورجعت لكم تاني يا روحي، قلبت كتير جدا زي ما انت شايفه كده، تمام. اظن اللون برضو غمق، اظن انت خدت بالك من كده. ايدي طبعا بصوا لسه ما عملناش حاجه، وسبق على ايدي زي ما قلت لك، لما تلاقي ايدك كده شكلها قذر ما تقلقيش. ما تقلقيش، مجرد لما تغسلي شويه اطباق تدعكي بليمونه هتلاقيه طلع معاك، يعني فهمتي عليا، اللي هي الزيادات اللي بتبقى على الجلد دي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحطه. ممكن حضرتك بتجيبي اللي هي الخله بتاعه الودان دي بتحطي بيها، ممكن بتحطي كده زي ما انا بحط، طبعا زي ما انت عاوزه اهو، تمام. باين قدامكم ولا ايه يا جماعه؟ انا بعمله يعني تملي، بعمله بالمعلقه كده او بعمله بظهر المعلقه، تمام. الاتنين امارات خالص على حسب ما انت ترسمي. عندك خله سنان بتحطي في حرفها قطنه، عندك خله ودان بتستخدميها زي ما هي، عندك فرشه مانيكير قديمه تستخدميها، ممكن برضو زي ما قلت لك حركه المعلقه اهي بيطلع معاكي اصلا زي القمر، تمام. انا ايدي اصلا اهو، يعني لو بصيتي هنا الحنة اصلا نصها فوق رايح وخفيفة خالص زي ما انت شايفة. فهنظبط الاداء ده دلوقتي وهحط دي وارجع لكم تاني بعد ما اخلص لنفسي. عايزين تستنوا معايا؟ استنوا، اللي عاوز يجري الفيديو جري، اللي هيستنى معايا يا جماعة تتفرج عليا وانا بليط كده تحطي تعليقات، يعني ما تبقيش تتفرج عليا وانا في اسوأ اوضاعي كده ومن غير تعليقات يا جماعة. عرفيني ان انا مش لوحدي، عرفيني انك انت صامته صامته واتفرجتي عليا. تعليقات بقى، عرفيني نفسك. بصوا حركه المعلقه دي لطيفه جدا زي ما انت شايفه اهو، سهله. انا عن نفسي يعني متعوده على طول اعمل بالمعلقه كده، طبعا مش اي حد يقدر يمسك ماسكه المعلقه دي، فطبعا لو انت كده امسكي خله سنان وانجزي يعني. انجزي يا بنتي. كنت عايزه اقول لكم حاجه مهمه، يا ترى في ناس جرت الفيديو ولا لا؟ طب اخلي لكم الحاجه المهمه اللي بعد ما اخلص عشان خاطر، لان انا قلت الناس جروا الفيديو. طيب هخلص انا بقى الايد التانية دي وارجع لكم تاني لما اخلص، وارجع لكم تاني لما تنشف لكم هنعمل ايه. بصوا كده يا امارات عملتها، وعملت على كتفي حرف جوزي حبيبي. اعملي كده يا بنتي. والله لطيفه جدا، ممكن ترسمي بيها على فكره، تعملي قلب كده صغنن، تعملي حرف جوزك يحبك، حطي حرف جوزك يحبك يا بنتي. اي رسمة على الكتف، اي فرع ورد على الكتف هيبقى لطيف جدا، تمام. هسيبها بقى لحد لما تنشف وارجع لكم تاني يا امارات. بس ادعوا بقى انه الناتي يسيبوني في حالي 5 دقايق، يعني مشكلتي مع الحنه دي دايما كل ما اجي اعملها انه الناتي بيصحوا يقعدوا يعيطوا، فادعوا لي بس اصمد 5 دقايق وبعد كده اغسلها واوريكم شكلها شويه وارجع لكم تاني. كنت عايزه اقول لكم الحاجه المهمه، في ناس لما بتستخدم ميه الاكسجين زي ما قلت لك بتتحسس، عشان كده احنا عايزين نجيب منها تركيز قليل. طب احنا نعمل ايه مثلا؟ بفرض ان انا واحده اول مره في حياتي استخدمها، فما اعرفش اذا كان جسمي هيتحسس منها او مش هيتحسس منها. حضرتك في الاول خالص جربي على ضفر واحد، يعني مثلا صباعك الصغير ده جربي وحطي عليه. حلو جدا، وقعد مثلا 10 دقايق وما حصلش حاجه، ما حسيتش باي سخونيه او اي التهابات او اي حاجه، خلاص حلو جدا هتكملي على باقي ضوافرك. لا ده انا فعلا ده حصل تحسس، ده انا جسمي بيتحسس من ميه الاكسجين، يبقى خلاص بلاش منها. فهمتي عليا؟ لان في ناس ساعات بتستخدمها لاطفالها، ساعات بتستخدمها لنفسها، تقول لك لا ده رشا لما حطيت ميه الاكسجين عملت لي حرقان. وفي ناس ثانيه زي حالاتي كده، لا هي وميه الاكسجين في بينا قصه عشق كبيره، يعني في بينا في قصه حب كبيره جدا بيني وبين حنا الضوافر دي يا جماعه. مش عارفه ليه، بدل ما كنت اقول لكم حنا الفرد، عماله اقول بدل ما اقول حنا الضوافر بقول حنا الفرد. هعمل دي وتنشف وارجع لكم تاني يا امارات. ورجعت لكم تاني يا امارات، سبتها شويه، حلوين رضا قوي. المفروض طبعا بتنشف خالص، بس عشان خاطر نوناتي وانا بدات افرهط بفرهط بسرعه. 5 دقايق حلو جدا، هغسلها وارجع لكم بقى اوريكم شكلها ونقول احلى كلام. لايكات بالله عليكم وتعليقات لحد ما ارجع. ورجعت لكم تاني يا جماعه، يا جماعه على الجمال. رغم ان انا ما قعدتش كتير، بس لا قمر قوي الصراحه، نتيجه 100 100. طبعا ايدي من هنا قلت لكم دوت، مجرد ما تغسلي طبقين او حاجه تلاقيه طلع معاكي، او ادعكي بنص ليمونه هيطلع معاكي. طبعا حلو قوي، جميل. التلطيشات دي برضو عشان المنظر، عارفه ان مش لطيف الحاجات اللي طالعه على الحروف دي، مجرد بس ما تدعكي بنص ليمونه او تغسلي طبقين او حاجه على الحوض هتلاقيها طلعت معاكي، تمام. اما الحنه ثابته، الحنه بتقعد معاكي فتره طويله،
شهر شهرين على حسب استخدامك للميه. لو انت طول النهار عماله تغسلي في مواعين، تنضفي في ايدك في البيت، ايدك في ميه، مش هكمل معاكي كام اسبوع وتلاقيها طلعت. لا ده انا بقعد بالشهور مثلا قليل قوي عندي غساله اطباق، ببعد عن الميه واحده كده ليدي في نفسها اللي هي مش تبعنا دول فبتلاقيها الحنه على ايديها فتره اطول. زي ما قلت لك يا نور عيني بتستخدمها للشعر طبعا. طبعا ممكن بقى في خطوه تانية نسيت اقول لك عليها، انك انت تستخدمها للشعر زي ما احنا عملنا نفس طريقه حنه الضوافر، تستخدميها للشعر وتحطيها على شعرك 10 دقائق او ربع ساعه، بعد كده تشطفي شعرك. بس انا مش بحب انك تستخدمي ميه اكسجين على الشعر عشان حرام ما تدمروش او يتقصف معاكي او تقتلي لي بمعنى اصح بصيلات الشعر. احسن حل اللي انا قلت لك عليه في الاول، هاتي حنه سودا وحطي عليها زبادي، بيضايه، شويه زيت، شويه خل، وحطيها على شعرك. صدقيني هتديكي نتيجه هايله جدا، واسمك انك انت برده ما ضرتيش شعرك. اتمنى اكون قدرت افيدكم يا امارات. حنه قمر قوي عجباني ما تنسيش اللايك، اختم الفيديو والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.